السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نعمل إن شاء الله مراجعة في الدعم الحياتي القلبي المتقدم. Advanced Cardiac Life Support أو ACLS هي دورة معروفة ومشهورة، لازم يختاروا لها كل أطباء التخدير، أطباء الداخلية وأطباء الطوارئ. معكم دكتور وسيم زكريا. طبعاً يعني مركز سيطرة على الأمراض CDC ما زال حتى الآن بيقول إنه الأمراض القلب هي ما زالت السبب الرئيسي للموت في الولايات المتحدة ومسؤولة عن وفيات أكثر من 600,000 حالة بكل عام. لحد هذه اللحظة ما زالت الأبحاث متواصلة لتحسين كيفية الاستجابة وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وهي التقنيات اللي يعني بتستند لأحدث الأبحاث بيتم تنظيمها وفق يعني سلسلة منهجية اللي بتبدأ بدعم الحياة الأساسي Basic Life Support، وبتوفر لنا سلسلة البقاء على قيد الحياة هي أفضل فرصة لتلقي الرعاية اللازمة والعودة إلى الحياة الصحية. شو يعني توقف القلب؟ توقف القلب يعني توقف ببساطة انقباض عضلة القلب العادية بشكل مفاجئ، أي توقف الدورة الدموية وتوقف الجهاز التنفسي على العمل. شو بنكشفه؟ لازم يكون 3 علامات مع بعض المجتمعات اللي هن فقدان الوعي، توقف التنفس وتوقف النبض. ايش اسباب توقف القلب المفاجئ؟ اول شيء السبب الاشع هو امراض القلب، سواء كانت نقص الترويه القلبيه، الجلطات القلبيه، او اضطرابات النظم اهمها الرجفان البطيني. طبعا في اسباب اخرى خارج القلب، ممكن يكون صدمه كهربائيه، واحد انصاب بالكهرباء، توتر عالي، او اخذ جرعات زائده من الادويه، او صار عندنا اضطراب في الشوارد خاصه شوارد البوتاسيوم. أي إصابات بتؤدي إلى حوادث خطيرة مثل مثلاً حوادث السير، الحساسية، فرط الحساسية، الاختناق، أحياناً بيختنق واحد بالطعام أو الغرق. إذن في أسباب قلبية وهي الأشعة، وفي أسباب خارج قلبية إذا بدنا نصنفها. شو هي عملية الإنعاش القلبي الرئوي؟ هي عملية إسعافية بيقوم فيها المسعف بشكل يدوي، سواء المسعف طبيب أو ممرض أو أي حدا تاني ممكن يعني يقوم بهذا الإنعاش بهدف المحافظة على الدورة الدموية والتروية للأعضاء الحيوية، وأهم يعني الأعضاء الحيوية اللي محافظة على ترويتها هو الدماغ، وبالتالي يعني كل هدفنا أنه يعود الدوران العفوي عن طريق ضغطات الصدر، بالإضافة للهدف الثاني إنعاش قلبي رئوي. ضغطات الصدر نعود التروية ونزود المريض بالأكسجين عن طريق التنفس الاصطناعي، سواء بالأنبو أو بالفملفم أو بالتنفس جهاز التنفس الاصطناعي، نزودوا الاكسجين. يعني ما بكفي ترويه، لازم ترويه مع اكسجين عشان نعيش القلب ونعيش الرئتين. اذا هي عمليه تهدف الى هدفين، القلب بالضغطات الصدريه والرئه بالتنفس الاصطناعي. الانعاش الناجح بيتطلب سلسله يعني مجموعه متكامله من السلاسل عباره عن 6 احداث منسقه بيتم تمثيلها بروابط من سلسله البقاء على قيد الحياه. الحقيقه هي السلسله معروفة ودائما بيصير فيها عليها تحديثات، سواء كان توقف قلب داخل المستشفى أو خارج المستشفى لازم نتبع نفس الخطوات. إذا كان توقف القلب داخل المستشفى وهو صراحة من أكثر توقفات قلب التي يمكن إنقاذها، فلذلك نركز كثير الإنعاش اللي بيحدث داخل المشفى، يعني المريض اللي بيصير معه توقف قلب داخل المشفى يعني لازم أنت تنقذ حياته، وإلا أنت ما بتتبع السلسلة بشكل جيد. الهدف من وضع هاي السلاسل انه اي انقطاع في وحده من هدول السلاسل راح تؤدي ل يعني توقف القلب او راح تؤدي الى عدم نجاه المريض. لازم ننفذ السلاسل كلها بشكل مترابط. اول شغله داخل المستشفى معناتها انت في عندك بتعرف المريض وبت يعني بتعرف كل تحاليله، بتعرف كل فحصه، فبالتالي الاكتشاف المبكر والوقايه. مثلا انت بتعرف مريضك عنده نقص بوتاسيوم، ما بتتركه لثاني يوم لتعوض له البوتاسيوم، معناتها الوقايه خير من العلاج. معناتها انا عشان ما يوقف القلب انا بلشت اكتشف الحالات او الحالات المرضيه اللي ممكن تسبب توقف قلب ونبدا بمعالجتها. الاكتشاف المبكر يعني انا بس يعني لازم اتوقع الحالات واكتشفها بشكل مبكر، والا وصلنا لمرحله توقف قلب. طيب صار توقف قلب لازم ننشط نظام استجابه الطوارئ. طبعا بكل المشافي في شيء اسمه نظام استجابه الطوارئ. اذا صار في عندنا توقف قلب نستدعي كادر فريق الانعاش في المشفى. ما تحاول تنعش مريض لحالك، لازم يكون في معك يعني المقصد انه تنعش مريض لكن لازم يكون معك فريق كامل.
من التمريض والأطباء المساعدين الآخرين. نبلش النعاش بالتمسيد، ومتى من أجا جهاز مزيل الرجفان نبدأ بإزالة الرجفان بشكل مبكر، وإذا عاد الدوران العفوي في شيء اسمه الرعاية ما بعد توقف القلب، مو بس يعني والله خلاص عاد القلب للدوران معناته خلاص انتهينا، لا، في لسه مرحلة بعدها، وفي عندنا شيء اسمه مرحلة التعافي لازم ينقبل فيها المشفى وينبحث عن السبب اللي أدى له الوفاة. هلا خارج المستشفى ما في عندنا وقاية وإكشاف مبكر، خلاص مباشرة شفنا مريض وقف قلبه، فعلنا نظام طوارئ، طلبنا الإسعاف، طلبنا حدا يساعدنا، هذا أول شغلة. بلشنا بالتمسيد، إزالة الرجفان بمزيل الرجفان الآلي، طلبنا حدا يساعدنا إنعاش متقدم، بس حسينا إنه إنعاش متقدم يعني إنعاش وقف قلب، طلبنا مساعدة، إجا الإنعاش المتقدم هون، فهون بلشوا إعطاء الأدوية والتنبيب إلى آخره، بعد الدوران العفوي نلجأ لرعاية ما بعد توقف القلب. كل وحدة من هدول السلاسل لازم ما تنقطع، أنت عم تمسد وأزلت الرجفان لكن ما حدا إجا ساعدك، لا نبه مريض ولا أعطى أدوية، ما بتوصل لمرحلة رعاية ما بعد توقف قلب وعودة الدوران العفوي. أنت ما استدعيت حدا يساعدك، بتمسد تمام وبتزيل الرجفان ما بيجي حدا يساعدك، فبالتالي ما في عنا أدوية مثلا. إذا واحدة من هدول السلاسل، والله أنت مسدت بس ما في مزيل رجفان، مزيل رجفان عاطل، ما راح يعود الدوران العفوي، إذا لذلك سميناها سلسلة الحياة. في غضون 4 دقائق إذا انعدم الدم المؤكسج للدماغ راح يحدث تلف مؤقت في الدماغ، لذلك لازم دائما نركز على إيصال التروية للدماغ لأنه مباشرة بيتلف الدماغ. وفي غضون بين 4 و10 دقائق تحدث الوفاة، لذلك عندنا الدقائق الذهبية هي 4 اللي بيكون فيها يبلش تلف الدماغ لكن الوفاة بعد الدقيقة 4. دائما الانعاش المبكر وإزالة الرجفان بالدقيقتين الأوليتين بتؤدي النجاة في أكثر من 60% من الحالات، لذلك بنقول لكم إنه الانعاش بالمشفى ضمن المشفى لازم ينجح معنا، لأنه أنت عندك كادرك موجود، مزيل الرجفان موجود، والمريض أمامك وقف قلبه تمام، فلازم انعاشك يكون ناجح. أما خارج المشفى ممكن يكون مر على المريض أكثر من 4 دقائق أو ممكن يكون مر 10 دقائق والكادر ما راح يكون مجتمع ومزيل الرجفان ما راح يكون جاهز. ننتقل الآن للخطوة الأولى اللي هي دعم الحياة الأساسي. طبعا دعم الحياة الأساسي أول شغلة لازم نتحرى استجابة المريض والتنفس بآن واحد، فالمريض غير مستجيب وما في تنفس عنده أو تنفسه احتضاري أو لهاس بنسميه، خلاص هذا التوقف من القلب. أول خطوة نطلب المساعدة نفعل نظام استجابة الطوارئ، ما هو أول خطوة نبلش التمسيد يا جماعة، أول خطوة نفعل نظام الطوارئ نطلب المساعدة. المساعدة كثير مهمة، المساعدة هو المساعد راح يجيب لك الإنعاش متقدم، راح يجيب لك مزيل الرجفان، أنت تبدأ بالإنعاش حدا بيجيب مزيل الرجفان. طيب اجا مزيل الرجفان، انت عم تمسد بقوه بسرعه كافيه عم تعطي تهويه، اجا مزيل الرجفان، باي لحظه بيجي مزيل الرجفان بنحل النظم. اذا مزيل الرجفان كثير مهم والتمسيد كثير مهم، ايهما اول؟ وين موجود عندك؟ موجود انت المريض عندك بالمشفى، مزيل الرجفان حواليتك، بلش انعاش تطلب المساعده، بلش انعاش تمسيد، بيجي مزيل الرجفان بتحطه مباشره. كنت في الشارع بلشت تمسيد بدي طالب المساعدة، بيجيك مزيل رجفان بتحلل النظم مباشرة، وتحليل النظم على أساسه بنقول إذا بده صدم المريض أو لا، وكل دقيقتين لازم نرجع نعيد تحليل النظم لأنه ممكن النظم الأول ما يكون قابل للصدم أو يكون قابل للصدم، والمرة الثانية بعد التمسيد يكون كمان المريض قابل للصدم. إذا أول خطوة هي تحري استجابة المريض، المريض المتوقف القلب يكون غايب الوعي، فما ضروري كل واحد غايب على الوعي يكون هو متوقف قلب، لذلك اول شغله نحرك الاستجابه، بنصرخ له بصوت عالي، بنهزه على كتافه، بنساله بصوت عالي انت بخير، اذا صحي معناتها ما في عنده توقف قلب. طيب ما في استجابه، المريض عم يتحرى عن استجابته، ما في استجابه، طلبنا المساعده، تفعيل نظام استجابه الطوارئ، اذا ثاني خطوه طلب المساعده. بعدها الخطوه اللي بعدها هي نفحص النبض والتنفس معا مع بعضهم خلال 10 ثواني، ايدنا على النبض ونظرنا على التنفس. في عندنا ثلاث خيارات،
نحن عم نفحص النبض والتنفس خلال 10 ثواني، وهذا الرقم ضلوا أركزوا عليه. طيب التنفس موجود لكن والنبض موجود لكن المريض غايب عن الوعي، ففي كثير أسباب. إذا المريض قلبه والرئتين شغالات لكن الدماغ فيه مشكلة، ممكن يكون مثلا أخذ تسمم دوائي، عنده ستروك نزفي أو ستروك احتشائي، أو مريض أخذ جرعة زائدة من الأدوية، أو اضطرابات شواردية مثل اضطرابات شوارد الصوديوم أو مختلج من جديد. إذا القلب والتنفس شغالات، القلب والتنفس شغالات لكن المريض غايب عن الوعي، بنحطه بوضعية جانبية. ليش بنحطه بوضعية جانبية؟ لأنه ممكن يبلع لسانه وهذاك الوقت يوقف التنفس فعلا، بعدها يوقف القلب. ليه عم نحطه بوضعية الإفاقة الجانبية مع تحرير الطريق الهوائي مشان ما يبلع لسانه، مشان إذا في مفرزات كونه غايب عن الوعي ما راح يحسن يبلعها بشكل جيد، تنزل بتأثير الجاذبية. هاي بسموها وضعية الإفاقة للناس الغايبين عن الوعي وتنفسهم موجود ونبضهم موجود. الحالة الثانية إنه التنفس والنبض غير موجودين، تمام، ما في وعي، ما في استجابة، ما في تنفس، ما في نبض، معناتها هذا المريض واقف قلبه، معناتها هذا ببلش انعاش. لأن هون طلبنا المساعدة ببلش انعاش وتمثيل. طيب الحالة الثالثة هي التنفس غير موجود لكن يوجد نبض. المشكلة معناتها تنفسية فقط، النبض شغال ما في داعي للتمثيل، تمام، هون بس بده تنفس فبنعطيه تنفس إنقاذي. إذا نبلش بفحص النبض، إيدنا على السباتي بنفس جهة المسعف، إصبعتين من جس بالإصبعتين السبابة والوسطى، ما من جس الإبهام لأن الإبهام له نبض. المدة ما مزيد عن 10 ثواني، لاحظين؟ عيني وين؟ عيني على التنفس، إيدي على النبض السباتي وعيني على التنفس. التنفس شلون نفحصه؟ بالنظر، ما في داعي لا نقرب، كانوا أول يقولوا نقرب من نفسه ونسمع صوته ونحس بصوت النفس يعني، ونحسه على الجلد. وفي البعض كان يجيب مرايه، هذا كله تضييع للوقت. أثناء جس النبض بنفس الوقت أنا عم بنظر على التنفس، المدة ما تكون أكثر من 10 ثواني، عم طلع على جدار الصدر عم يطلع لفوق أو لا. طبعا اللهاس أو التنفس الاحتضاري هو مثله مثل توقف التنفس يعني. هذا بس نشوف هذا الفيديو السريع. أي عملية التنفس الاحتضاري عبارة عن تنفس غير فعال، كل فترة طويلة ما تحس إلا المريض حاول يستنشق شوية هواء، عبارة عن تنفس غير فعال، يعتبر تنفس احتضاري مثل كأنه واحد عم يحتضر، سموه اللهاس. لاحظوا جدار الصدر ما عم يرتفع بالكاد، عم ياخذ اخر انفاسه. تنفس احتضاري مع انعدام النبض بنعامله معامله توقف القلب. اذا نرجع نكرر، النبض موجود والتنفس غير موجود، معناتها نحن بس بدنا تنفس. لاحظين؟ نبض موجود ما في داعي للتمثيل، بس بعطيه تنفس انقاذي كل 5 أو 6 ثواني، يعني 10-12 نفس بالدقيقة. مثل كأنه واحد يعني عم يتنفس بشكل طبيعي، الإنسان يتنفس طبيعي بين 12 و20 نفس بالدقيقة. بنعطيه كل 5 أو 6 ثواني نعطيه نفس وفقط انفاس، بتريد تعطيه بالأنف وبتريد تعطيه بالفم، وبتبحث عن الأسباب التنفسية، والله المريض غرقان، والله المريض عنده مشكلة تنفسية، سي او بي دي ربو، ممكن ننبهه، لكن النبض شغال، هذا يعني شغلة مهمة. إذا طبعا كل دقيقتين نرجع نتحرك على النبض، لأنه ما بتعرف إمتى بيوقف القلب، لما بيوقف التنفس أحيانا بيرجع بيوقف القلب. فبعد دقيقتين إذا شفنا النبض وما كان في نبض نبدأ بالإنعاش والتمثيل. ما في نبض، الحالة الثانية ما في نبض وما في تنفس، نطلب المساعدة ونبلش الإنعاش بنفسنا. إيش هو الإنعاش؟ إنعاش هو تقنية عبارة عن خليط ومزيج من التنفس وضغطات الصدر، حيث نحافظ على تدفق الدم والأكسج إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى. خطوات الإنعاش CAB وليس ABC، CAB كان أولي ABC، هلا CAB. CAB أول شيء C يعني compression، يعني الضغطات، عفوا الضغطات الصدرية. بعدها Airway، فتحنا الطريق الهوائي. بعدها أعطينا البريثينج، أعطينا التنفس. كان أول نفتح الطريق الهوائي نعطي تنفس بعدين نمسد للمريض، لكن وجدوا أن المريض المتوقف القلب بيبقى الأكسجين
بكمية قليلة لكنها كافية لتوصل للدماغ من خلال التمسيدات الصدرية. فنستفيد من هذا الأكسجين الموجود ضمن الأوعية قبل توقف القلب بإيصاله للدماغ بأسرع فرصة. فإذا تأخرنا بإيصال الدم الموجود المؤكسج قليلا إلى الدماغ ممكن يتلف الدماغ بأسرع بأكثر فرصة. فأول شغلة هي التمسيد ثم فتح الطريق الهوائي والتنفس. إذن CAB شو هم نضغط الصدر؟ شو هم نضغط على الصدر مشان نوصل التروية إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى. أول شيء لازم يكون مريض موضوع على ظهره على سطح مستوي والسطح لازم يكون قاسي. في بعض السرة بيكون فيها زنبلك فيها يعني حركة لا ما بصير لازم يكون سطح مستوي أو ممكن نحط لوح خشبي تحته أو الأفضل العشات هي على الأرض. طبعا نحط راحة إحدى اليدين على النصف السفلي من عظم القص واليد الأخرى على الجزء العلوي من اليد الأولى يعني نشبك إيدينا ببعضهم على النصف السفلي من القص. لازم يكون مرفقين مشدودين دائما المركز الكتفين فوق اليدين مباشرة. طبعا مستخدم وزن الجسم العلوي وليس الذراعي. طبعا عدد الضغطات الصدرية لازم يكون ضغطات قوية وسريعة بمقدار 30 ضغطة. إذا مثل ما أنا شايفين على النصف السفلي لازم قص إذا بدك ما بتعرفه عبارة عن أصبعتين بعد سلمة القص السلمة الحنجرية ومنوضع إيدينا نوضع الإيد الأولى على النصف السفلي من القص ومشبكة مع الإيد الثانية والمرفقين مجدودين تمام وثقل الطبيب أو الممرض فوق الجسم. طبعا ما بنحطها على الأوراب وضع اليدين على الأوراب ممكن يؤدي لتكسر الأضلاع. إذن هي تشبيك اليدين بهي الطريقة على الجزء العلوي الجزء العلوي من اليد الأولى. إذن أتمنى شايفين يد المسعف عمودية على صدر المريض المرفقين مجدودين مركز الكتف مباشرة فوق اليدين عمودي تماما ووزن الجسم العلوي. شو هي صفات الضغطات اللي ذات الجودة العالية؟ معدل الضغطات لازم يكون 100 لـ120 ضغطة في الدقيقة. ما يزيد عن 120 بيؤدي إلى يعني إساءة للإنعاش وما ينقص عن 100. لازم يكون عمق الضغط كافي 5 سنتي على الأقل وما يزيد عن 6 سنتي. إذا أقل شيء 5 سنتي. لازم ما نتكي على جدار الصدر بعد كل ضغطة. ضغطنا بنخلي الصدر يرجع لحاله. لازم يكون في ارتداد كامل للصدر بعد كل ضغطة. أقل ما يمكن من التوقفات. أي التوقفات أثناء عملية الضغطات. توقفات بين التنفس والضغط. توقفات أثناء انتظار مزيل الرجفان. أثناء التنبيب الآخري لازم تكون أقل من 10 ثواني. صار ذكرنا 10 ثواني عدة مرات. انتبهوا علي 10 ثواني. العشر ثواني ممكن تأثر في حياة المريض. أقل ما يمكن من التوقفات أثناء عملية الضغط. شو بنعطي التنفس؟ أعطينا 30 ضغطة بيجي منحرر الطريق الهوائي وبنعطي نفسين أنقاذيين إما فم لفم أو عبر القناة مثل ما أنا شايفين هون أو عبر الأنبوب. شو بنتأكد إنه الهواء بيدخل على جدار الصدر؟ بنطلع عيننا على جدار الصدر. مدة النفس الواحد ثانية واحدة. رح نعطي نفسين 30 ضغطة نعطي بعدها نفسين بعد تحرير الطريق الهوائي. شو بنحرر الطريق الهوائي؟ حالة طبية غير رضية يعني ما في رضوض ما في مشكلة تحرير الرقبة. إيدنا على جبين الشخص وبرفق للخلف وأصابعنا الثانية بلطف للأعلى من الذقن وضع السبابة والوسطى على الفك السفلي للأعلى الأصبعتين عند الذقن وللخلف راحت اليد على الجبهة. هيك بنحرر الطريق الهوائي ونخلي اللسان يمتد للأمام. هلا إذا مريض مرضوض مثلا عمل حادث سيارة ممكن نفتح الشفة السفلية باستخدام الإبهام ما شايفين هون زوايا الفك السفلي بنرفع بكلتا اليدين من الخلف هون وواحد على كل جانب ونحرك الفك للأمام. طبعا يعني الشفاء إذا كانت مغلقة بنحاول نفتحها بإيدنا بالإبهام. طيب إحنا عم نطلع بنعطي تنفس لكن جدار الصدر ما عم يرتفع. هذا يعني إنه الطريق الهوائي مسدود. أنت عم تعطي هواء لكن جدار الصدر ما عم يرتفع. فبنرجع بنعمل إعادة فتح للطريق الهوائي مثل ما أنا شايفين هنا عم نعمل حوالي رفع الرأس وإمالة الذقن
وبنرجع نعطي تنفس انقاذي ثاني ونتابع التمسيد، ما بنكرر ما بنضيع وقت في التنفس، نرجع للتمسيد. هذا طريقه الفم لفم، لازم ضروري نغلق الانف، لازم يكون محرر الطريق الهوائي. اذا اغلاق انف المريض، وممكن استعاره بقطعه قماش او محارم او مثل هذا الكيس المخصص للانعاش مشان العدوى. طبعا حاليا بالكورونا يفضل يعني عدم استخدام هي الطريقه. تنفس عبر القناع، قناع جاهز، هذا بحطوه المسافين كلهم بجيوبهم. لازم يغلق الانف والفم بشكل محكم مع تحرير الطريق الهوائي واعطاء الهواء نفسين مثل العادي. طبعا احكام الماسك بيكون بطريقه السي اند اي، اصبعتين على الماسك والثلاث اصابع الاي يكونوا على القسم العظمي من الفك السفلي. ايضا ممكن طريقه ثانيه لاحكام الماسك عن طريق شخصين، الشخص الاول بيحكم الماسك بطريقه او اند اي، فانا شايفين هاي مع بعضها اسمها او اند اي، هي هيك الاو وهي الاي، الاي على الطرفين، هيك تحكم الماسك بشكل جيد. وبيجي شخص ثاني بيعطي التهويه بالامبو لحاله، او ممكن من خلال هدول الاصبعتين مع الاي. شلون بتنفس عن طريق الامبو؟ طبعا بعد احكام الماسك على المريض سي اند اي بنوصل هذا الامبو مع الاكسجين 100%، وضغطه الامبو لازم تكون لمنتصف مسافه، يعني ما بنضغط الامبو كثير، نص 500 ل 600 ملي بحيث يرتفع الصدر. الضغط الزائد بيعطي بيحبس السي او 2. هذا معدل الضغطات للتهويه. إذا كان ما في عندنا طريق هوائي متقدم، ما منبهين المريض، 30 ضغطة مقابل نفسين. البعض يعني صار يعني عمليا ممكن نعطي نفس كل 6 ثواني بمقدار 10 انفاس للدقيقة، حتى إذا ما في طريق متقدم. هلا لما بننبه بالمريض خلص نفس كل 6 ثواني معدل 10 انفاس في الدقيقة. نضغط نص الأنبو، نص الأنبو، انتبهوا نص الأنبو مو كله، 500 600 ملي كل 6 ثواني. هلا المسعف اذا كانوا اثنين، واحد بيضغط والثاني بيعطي التنفس، اذا كان واحد بيعطي الضغطات بيروح بيعطي التنفس بيرجع بيمسد لبين ما يجي حدا يساعده. امتى نبدل بين المسعفين؟ كل دقيقتين، تبديل بين المسعفين كل دقيقتين، لانه ممكن يتعب المسعف تاع التمسيد. من اخطاء الانعاش انه نضغط الصدر اقل من 100 دقيقه واكثر من 120 بالدقيقه، انه نضغط العمق اقل من 5 سم او نضغطه كثير اكثر من 6 سم. من الأخطاء الشائعة الاتكاء على الصدر بين الضغطات، وهذا بيؤدي لعدم التمدد الجيد للصدر. توقف الضغطات على الصدر أكثر من 10 ثواني، وبالتالي بنحرم الدماغ من التروية. إعطاء التهوية الزائدة، نضغط الأنبو أكثر من 500 ملي، يعني نضغطه بكله أو نضغطه بإيدتين، أو نزيد الأنفاس، كنا نعطي نفس كل 6 ثواني نعطي نفس كل 3 ثواني، أو القوة المفرطة. انتبه عليها. اذا نرجع نكرر مكونات الانعاش القلبي عالية الجودة، لازم نميز توقف القلب خلال توقف التنفس، انعدام استجابة وانعدام النبض. تقييم توقف القلب خلال 10 ثواني تحرك استجابة، ثم طلب المساعدة تمييز القلب والتنفس خلال 10 ثواني من خلال النبض السباتي والنظر الى جدار الصدر. طلبنا مساعدة مشان يحضر الصادم، نبلش بالضغطات الصدرية 30 ضغطة مقابل نفسين. إذا كان الطريق الهوائي المتقدم نعطي ضغطات مستمرة والنفس كل 6 ثواني. إذا هون بالطريق الهوائي المتقدم ما في داعي نعمل 30-2، نحن عم نضغط وفي واحد بيعطي تنفس كل 6 ثواني بشكل غير متزامن. إذا الضغطات لازم يكون 100-120 ضغطة بالدقيقة، العمق 5 إلى 6 سم حد أقصى. نقلل التوقفات اقل من 10 ثواني، ما نتكي على الصدر، يكون وضع اليدين على النصف السفلي من عزم القص. ما في داعي نبدا الانعاش القلبي الرئوي لما يكون الموت ما يمكن انكاره، مثلا مريض مقطوع صدره، مريض محروق، مريض متحلل، مريض متيبس، مريض عنده زرقه رميه، مريض عنده خروج احشاء من الاعضاء الرئيسيه. وحده من هذول المعايير السته لا يمكن انكار ان الموت موجود فيهم. طيب بلشنا الانعاش، امتى بنوقف الانعاش؟ امتى بننهي الانعاش؟ اذا في عندنا الحالات السبعه التاليه وكانت موجوده ممكن ننهي الانعاش. اول شيء صرنا 20 دقيقه متواصل توقف القلب على الرغم من انعاش قلبي رئوي، ونحن عاملين دعم حياتي متقدم، يعني
طبقنا كل شروط الانعاش ومعايير الانعاش بما فيهم الدعم الحياتي المتقدم اللي راح نحكي عليه بعد شوي، اللي فيه ادويه وفيه تنبيه. صرنا 20 دقيقه والقلب متوقف، يعني ما حصل عندنا رجفان بطيني، ما عاد الدوران العفوي، خلاص ننهي الانعاش. طبعا تاكدنا انه الاسباب القابله للعكس كلها غير موجوده او عالجناها. طبعا نتاكد انه توقف القلب مو ناجم عن الاسباب التاليه اللي بيكون فيها هون، يعني الانعاش لازم نطول اكثر، الجرعه الزايده من الادويه، انخفاض حراره الجسم، الغرق، الصدمه الكهربائيه او صدمه البرق. هدول الخمس حالات توقف القلب لازم نطول الانعاش فيهم. اذا واحد اخذ جرعه زايده من الادويه، انخفاض حراره الجسم، الغرق، صدمه كهربائيه، صدمه البرق، لاحظوا كلهم اسباب من خارج قلبيه، فهدول يطولوا الانعاش فيهم لانه ممكن احيانا يرجع القلب للدوران. طبعا لازم ناخذ موافقه شفهيه من قبل الاسره او اي شخص اخر هام للمريض قبل ان ننهي الانعاش، نتاكد انه ما في تنفس، نتاكد ما في نبض مسوس، وما في فني حالات حرجه في الموقع بحالات المسافه. عند الحامل في شغله صغيره لازم نعملها، اثناء الضغطات الصدريه لازم نزيح الرحم نحو الايسر. ايش بيفيد هذا؟ بيفيد بتخفيف الضغط على الابهر، لانه خاصه الحوامل اللي عندهم الحمل اكثر من 20 اسبوع بيكون الرحم في البطن، فبيضغط على الابهر خاصه من مستوى السره او اعلى منه طبعا. فهون لازم نزيح الرحم نحو اليسار حتى نخفف الضغط على الابهر فنزيد العود الوريدي. طيب اجى مزيل الرجفان، نحن عم نضغط، نحن عم الصدر عم نعطي التنفس، وصل مزيل الرجفان. وانواع مزيل الرجفان ممكن يكون اليدوي، ممكن يكون نصف آلي، هذا حديث، وممكن الآلي هذا بيستخدموه بالشوارع بالمولات للناس اللي ما بيعرفوا بالطب، عبارة عن جهاز بيكون موجود في لغة البلد، مثلا اللغة العربية أو الإنجليزية أو الصينية أو إلى آخره، وبيتبع فيه يعني الشخص اللي عم يستخدمه تبع فيه فقط يعني التعليمات، هو بيحلل النظم وهو بيعطي التعليمات. طبعا قبل استخدام مزيل الرجفان لازم نزيل ملابس المريض، يعني لازم يكون المريض عاري الصدر، يكون متجفف اذا صدره فيه مي او هو طلعان من مثلا من مسبح، مثلا صار توقف قلب اثناء السباحه، متعرق لازم نجففه، ما بصير الصدمه الكهربائيه على سطح مائي. طبعا لازم ما يكون المريض لامس اي معدن حوالته، اذا في لصاقات للتروجليسرين بنتانيل الى اخره لازم نشيلها لانه بتمنع الناقليه الكهربائيه. اذا في عندنا وقت ممكن نحلق شعر المريض لانه احيانا بيسيء للناقليه الكهربائيه. طيب شلون نستخدم مزيل الرجفان؟ بنشغل الجهاز، بنحط القبضات او الباتشات على صدر المريض، بنوقف التمسيد اثناء يعني التحليل النظم. ممكن ننظر لشاشة الصادم والمونيتور، وإذا كان الصادم الآلي بيحلل لوحده. طبعا توصيلات الأكسجين إذا كانت موجودة بالمكان لازم نوقف الأكسجين، لأنه إذا صار شرارة كهربائية والأكسجين موجود ممكن يصير في عنا إيش؟ يصير في عنا حريق. طيب تحليل النظم في عنا احتمالين، الاحتمال الأول إنه يكون قابل للصدم، معناتها بده صدم، بنشحن الصادم لجول معين، نشوف شو هن الجولات مشحنهم. اثناء الشحن في وقت، هذا الوقت احيانا بيضيع اذا كان انت بدك تشحن تصدم المريض بشحنات عاليه مثل 200 او 360، فبيطول الشحن، فاثناء الشحن لازم تمسد، تمسيد بدك توقف تقلل توقفان على الضغطات اقل ما يمكن. طيب نشحن تابع التمسيد، لما بينتهي الشحن بيعطيك هو الصادم صوت طوط طوط طوط، انت ببلش بقى بتصرخ باعلى صوت، بعدوك البعد عن المريض بتضغط على صدم. بعد الصدم مباشره تابع تمسيد، ما بتحلل النظم، تابع تمسيد لمده دقيقتين، لانه قال حتى لو عاد الدوران العفوي ما بيكون فعال، لازم نساعده لدوران عفوي بالوصول لاعضاء الحيويه من خلال التمسيد. اذا بنحلل النظم، كان قابل للصدم، شحننا، تابعنا تمثيل، باشرنا بدنا نباشر بالصدم، نصرخ ابتعدي، نبتعدوا عن المريض، نتابع التمثيل.
المريض حللنا نظم لكن غير قابل للصدم، خلص ما في قابل للصدم، نتابع تمسيد لمدة دقيقتين وكل دقيقتين بنحلل النظم. هذا مكان اللي بنحط فيه قبضات نزيل الرجفان غير الآلي، قبضة واحدة على الجزء العلوي الأيمن من الصدر فوق الثدي، وقبضة ثانية على الجزء السفلي الأيسر تحت الأبط، يعني أيمن الصدر وأيسر الصدر. باتشات مزيل الرجفان الآلي، باتش هون بنحطه على الجزء العلوي من الصدر، وباتش ثاني على الجزء السفلي الأيسر للصدر تحت الأبط، بيكون مرسوم عليهم على فكرة الرسمات هذه. شد قيمة الصدم، هلا بالإنعاش قلبي الرئوي عندنا اضطرابات النظم تستجيب على قيم الصدم العليا 200 أو 360 جول حسب الجهاز. معظم أجهزتنا هي باي فيزيك، يعني ثنائية الطور تصدم من الجهتين، فبيكفي 200 جول، باي يعني 2 200 جول. الأجهزة المونوفيزيك هي أجهزة قديمة نصدم على 360 جول. طيب إمتى نصدم المريض؟ توقف القلب في عندنا حالتين للصدم، إن الرجفان المطيني والتسرع المطيني. في حال كان لا انقباض خط سيبي، خط أسيستول خط سيبي، أو فعالية كهربائية بدون نبض اللي فيها بيكون فيها كهرباء، يعني بيطلع على تخطيط القلب بيطلع نظم لكن من جسم النبض السباتي بنلاقي ما في نبض، نسمع سماعة بالقلب بنلاقي ما هو شغال النبض. هدول حالتين ما في داعي للصدم، فقط رجفان وتسرع نصدمهم، وكل دقيقتين بنحلل النظم، لا تنسوا كل دقيقتين. طيب في زر بجهاز الصادم اسمه سينكرونايز، هو الصدم المتزامن، هذا ما لنا علاقة فيه بحالات توقف قلب، لكن خارج حالات توقف قلب ايه نصدم المريض سينكرونايز متزامن، لأنه هون بيكون في عنا موجة R، بيكون في عنا أحياناً رجفان أذيني، رفرفة أذينية SVT، أو تسرع بطين أحياناً مع نبض، ما زال في عنا نبض وعنا موجة R، فمننتبه ما بيصير نصدم إلا متزامن حتى يجي الصدم على موجة R. إذا ما حطينا زر السينكرونايز صدمنا المريض ممكن يتحول لتوقف قلب مباشرة. إذا خارج حالة توقف قلب نحط زر السينكرونايز. اضطرابات النظم المشاهدة بتوقف قلب باختصار: رجفان البطيني اللي هو عبارة عن السرعة بين 150 ل 500، QRS ما قادرين على تمييزه وغير منتظم، ممكن يكون خشن ممكن يكون ناعم. شو بنعالج رجفان بطيني؟ بده صدم 200 ل 360 حسب جهاز الصادم، طبعا غير متزامن. في حال نكس الرجفان البطيني، يعني نكس مره ومرتين وثلاثه، نعطي دواء، هو الدواء اما اميودارون او الليدوكاين. الاميودارون اول مره بعد ثلاث رجفات، يعني صدمنا ثلاث مرات وما استفاد المريض، نعطي الاميودارون 300 ملي جرام. اذا صار مره رابعه يعني بعد 30 ملي جرام رجعنا حللنا النظم وطلع بده رجفان بطيني بده يعني صدم، نعطي 150 ملي جرام. الليدوكاين جرعته 1 ملي جرام على الكيلو في حال يعني حدوث رجفان بطيني معند. اذا حدث بعده ممكن نبدا نص الجرعه، يعني مثل هون 300 150، هون 1 ملي جرام على الكيلو، نص ملي جرام على الكيلو. التسرع البطيني طبعا بيكون عادة، يعني التسرع البطيني سرعته لل 250، الكيو ار اس مي مميزة بتكون عريضة أكثر من ثلاث مربعات ما في موجة بي. الفعالية البطينية بتكون منتظمة مو مثل الرجفان البطيني، أحيانا بيكون وحيد الشكل مثلهم أو متعدد الأشكال. معالجته نشف الرجفان البطيني، إزالة الرجفان 200 360، طبعا شرط عدم وجود نبض، لو كان نبض ما كان اسمه انعاش، ونستخدم الأميودارون والليدوكاين في الرجفان المعند أو الناقص. في رجفان متأرجح الزراب سموه تورسات دي بوينت، هذا بده صدم لكن بده سلفات المغنيزيوم معه بشكل زرة متأرجحة، نعطي سلفات المغنيزيوم 2 جرام دفش وريدي. الفعالية الكهربائية بدون نظم بس إكتيكال أكتيفيتي، هو فعالية كهربائية نظم حيوي موجود على تخطيط القلب مثل العادة، بي كيو ار اس احيانا كيو ار اس، احيانا بطيء احيانا سريع، لكن نجي من جس النبض ما بنلاقي مسوس، تمام؟ فهذا فعالية كهربائية فيه لكن نبض ما في، معناتها ما في فعالية للقلب حيوية، معناتها ما عم بيوصل ما عم في ضخ للقلب، يعني إذا عملنا ايكو قلب حطينا سماعتنا على القلب ما راح نسمع شيء. طبعا هذا ما بده صدم، فقط بنتابع الانعاش، بنتابع التمسيد وبنعطي ادرينالين 1 ملغ وريدي،
طبعا لازم نبحث عن الاسباب القابله للعكس والعجه والرجوله. الاسيستول مثل ما احنا شايفين هو عباره عن لا انقباض ابدا، ما في اي نظم حيوي، ما في داعي لصدم المريض، فقط نتابع التمسيد ونعطي ادرينالين ونبحث عن الاسباب القابله للعكس. هذا هو مخطط دعم الحياه القلبي المتقدم الايرواي البريثنج سيركوليشن ديفرنشال دياجنوستس A B C D. بعد ما عملنا دعم الحياة الأساسي نبدأ بقى بالدعم المتقدم. دعم متقدم معناته لازم نأمن طريق هوائي. إذا الطريق الهوائي لازم يكون مفتوح، سواء نفتحه بالقناع الحنجري، أنبوب حنجري، أنبوب بريئي رغامي، أنبوب رغامي. طبعاً ولازم نتأكد من سلوكية الطريق الهوائي عن طريق الكابينوغرافي اللي راح نشوفه. نعطي الأكسجين 100%، نتأكد من فعالية التهوية بواسطة الأكسجين الكابينوغرافي. نتجنب فرط التهوية، فرط التهوية مضرة للمريض. نتأكد من التروية، تقييم النبض والنظم كل دقيقتين، نستخدم مزيل رجفان، نأمن خط وريدي، بنفتح خط وريدي أو عظمي حسب متوفر. نبلش نعطي الأدوية المستخدمة بالنعاش القلبي الرئوي اللي هي أدوية اضطرابات النظم. طبعاً ونبلش بالسوائل الوريدية إذا في حاجة. ونحط بذهننا دائماً نحط الديفرنشال دياجنوزيس تشخيص تفريقي لتوقف القلب. اللي هن مختصرات بأحرف 5H و5T، وهذا المخطط هو اللي بنمشي عليه. باختصار بنبلش الانعاش، أول ما بيجينا مريض توقف قلب نبلش الانعاش، نعطي أكسجين، نحط المريض على المراقبة أو مزيل الرجفان، نحلل النظم. إذا كان النظم غير قابل للصدم، تمام، مثلا أسيستول أو فعالية كهربائية بدون نبض، نعطي أدرينالين مباشرة ونتابع الانعاش لمده دقيقتين، ونبلش بفتح طريق وريدي وادرينالين كل 3-5 دقائق، ونبلش نحط بذهننا نفتح الطريق الهوائي. اذا هون هو اساسا اسيستول، نبلش للطريق الهوائي المتقدم والادرينالين، بعد دقيقتين بنحلل النظم. اذا كان ما زال غير قابل للصدم كالعاده بنتابع الادرينالين ونبحث عن الاسباب القابله للعكس. اذا طلع قابل للصدم بنروح على الطرف الثاني. اذا كان نظم قابل للصدم، صدمنا المريض وتابعنا الانعاش مده دقيقتين ورجعنا حللنا النظم. هلا اذا كان النظم قابل للصدم مره ثانيه، صدمنا وتابعنا الانعاش مده دقيقتين. طبعا بالدقيقه الثانيه كنا هون فاتحين وريد بعد الصدمه الاولى والثانيه، نفتح وريد نعطي ادرينالين للمريض ونحلل كل دقيقتين. طيب فتحنا الطريق الهوائي، كان النظم غير قابل للصدم، نلجأ لهون قابل للصدم نصدمه صدمه ثالثه. طيب صاروا ثلاث صدمات، هون نعطي الاميودارون او ليدوكاين 300 ملي جرام وهون 1 ملي جرام على الكيلو، وبنبحث عن الاسباب القابله للعكس. اذا بعد الصدمه الثالثه اميودارون او ليدوكاين. طيب رجع مره ثانيه رجف، فبنلجا للاميودارون 150 ملغ نص الجرعه او ليدوكاين نص ملغ على الكيلو. بالنسبه لحالات توقف القلب عند الحوامل لازم نتعامل معه بشكل خاص. التعامل مع يعني حالات توقف القلب عند الحوامل مثله مثل دعم الحياه الاساسي عند الناس العاديين او البالغين. لازم نفكر بسبب توقف القلب عندهم. في شغلات معينه لازم نحطها بذهننا، لا يعني هي اكثر من غيرها. التحكم بالطريق الهوائي مهم جدا عند الحوامل، اعطاء الاكسجين 100%، تجنب التهويه الزائده، نفتح الخط وريدي دائما فوق الحجاب الحاجز، يعني بالطرف العلوي ما نحاول نفتح بالطرف السفلي لانه هون بيكون قريب من الرحم. اذا كانت المريضه اثناء توقف القلب عم تاخذ سلفات المغنيزيوم لازم نوقفه ونبلش نعطي جلوكونات الكالسيوم او كلوريد الكالسيوم، لانه ممكن يكون السبب هو تسمم بسلفات المغنيزيوم. بتعرفوا احيانا بعض المريضات الحوامل بيكونوا عندهم ارتفاع ضغط حملي او انسمام حملي، فبنعطوهم سلفات مغنيزيوم، فاحيانا بيعمل توقف قلب، توقف تنفس هذا الدواء. بنلجأ ل يعني بحاله توقف القلب نوقفه ونبلش اعطاء الانتيدوت تبعه للترياق النوعي هو جلوكونات او كلوريد الكالسيوم. طبعا لا تنسوا تزيحوا الرحم لليسار اثناء الانعاش. اذا كنا عم نراقب ضربات القلب الجنين يعني قبل توقف القلب نفصلهم لانه ممكن ياثروا على الاجهزه الالكترونيه تبعية المريضه،
الجهاز الصادم إلى آخره، وجهز حالك للولادة القيصرية. طبعاً عملية الولادة القيصرية لازم تتم في حال عدم عودة الدوران العفوي خلال 5 دقائق. يعني إذا كان في عنا يعني توقف القلب عند الحوامل، طريق الهوائي أساسي، ويعني عادة بيكون طريق الهوائي صعب، ممكن نحط بذهننا الأسباب A B C D E F G H اللي هن مضاعفات التخدير إذا كانت توقفت المريضة قلبها أثناء عمل جراحي. النزيف مهم جدا، bleeding circulation، أسباب قلبية رعاية أيضا، الدي دراكس وخاصة سلفات المغنيزيوم. السبب E الانسداد الوعي الإمبوليزم، ممكن يكون صدمة رئوية أو صدمة منوسية. الF الحرارة يعني إنتان، صدمة إنتانية داخل التوقف قلب. الجي هي الأسباب العامة الجنرال غير توليدية اللي هي المجموعة الـ H و T هلا رح نحكي فيهم. والH الأخيرة هي الهايبرتنشن. طبعا الهايبرتنشن ممكن أدينا ل انسمام حملي واختلاجات، وممكن أدي لتوقف القلب. أهم شغلتين عند الحوامل: التنبيب المبكر، سيطرة على الطريق الهوائي المبكرة، إزاحة الرحم للأيسر، والولادة القيصرية خلال 5 دقائق. شو من الأدوية اللي بنعطيهم للنعش القلبي الرئوي؟ طبعاً الأدوية بتنعطى بشكل روتيني بوريد محيطي، ما في داعي لا تفتح وريد مركزي ولا تفتح أي وريد تاني. وريد محيطي بالحفرة المرفقية أفضل الأوردة، بس من شروط عطاءه أنه نتفش وراء فوراً 20 سنتي سيروم ملحي، بدنا يوصل الدواء بأسرع ما يمكن على القلب، ونرفع الزراع لمدة 10-20 ثانية بعد الدفش أثناء فتح الوريد، أو أعطاء الأدوية ما توقف الإنعاش. اتفقنا ما نوقف الإنعاش أثناء أعطاء الأدوية. في حال فشلنا فتح الطريق الوريدي ممكن نروح على الطريق العظمي، نفس الفعالية وبيجرى لكل الأعمار خلال 30-60 ثانية، يعني سهل الطريق العظمي سهل. طبعاً فشلنا نعطي طريق وريدي أو عظمي، ممكن نعطيه عبر الرغامة إذا فتحنا طريق هوائي متقدم، لكن عبر الرغامة بيكون ما كل الأدوية بتنعطى عبر الرغامة هي أولاً. ثانياً لازم نضاعف الجرعة وممددة ب 5-10 سنتي سيروم ملحي. هذا رح نشوف مين هن الأدوية بنعطوا عبر الرغامة. إذن أفضل طريق هو الطريق الوريدي، أفضل مكان هو الحفرة المرفقية، هون الوريد هذا بالحفرة المرفقية. إذا ما حسنا نفتح وريد محيطي نروح نفتح وريد مركزي بالوريد الفخذي. طبعا نذكركم أنه بالحمل توقف القلب أثناء الحمل ما نفتح وريد فخذي. إذا ما فتحنا وريد محيطي ولا مركزي ما حسنا، ممكن نفتح وريد بالساق إذا أول شيء مرفقي. طيب الطريق العظمي مفضل يعني دائما بعد الطريق الوريدي، أفضل مكان هو أعلى أنسي الزنبوب، ممكن نشوفه أسفل وحش في الفخذ، مدور كبير العضد والكاحل. إذا قلنا هي أفضل مكان هو أعلى أنسي الزنبوب في هي المنطقة بالذات، أصبعتين تحت الحدبة الزنبوبية، أصبع واحدة زاوية 45 درجة أو 60 درجة تدخل لنقي العظم. وضعية الاستلقاء ركبة مسنية قليلا، بنحط الأبرة بنسحب الدليل وبسرنج 5 سنتي سيروم ملحي بنرشف يعني مشان نشوف انه في دم، معناتها نحن ضمن نقي العظم، وبنحقن هذا السيروم الملحي مشان نسلك الخسرة ونوصله على خط وريدي. وطبعا هذا خط عظمي خط مؤقت، متى ما توفر الخط الوريدي بننزع الخط العظمي لأنه له اختلاطات كثيرة مثل الإنتان وارتشاح تهجد الأورام الدموية. السوائل المقترحة في حالات الانعاش القلبي الرئوي عادة يعني أحد المسببات المهمة هي نقص الحجم، فالسيروم الملحي أو رينجر لاكتات. ما في سيروم سكري ممنوع، يؤدي لنقص الصوديوم بشكل سريع بيزيد الطين بلة. الأدرينالين هو دواء الانعاش، نعطى بكل حالات انعاش، ما في انعاش إلا لازم نعطى في أدرينالين نور إبنفرين. جرعة 1 ملغرام يعني أمبولة، ما في عنا غير أمبولات 1 ملغرام. كل 3-5 دقائق نكرر الجرعة، ما في عنا جرعة عظمى، شد ما بدك عطي من الأدرينالين. ينعطى بكل الأشكال، وريد، طريق عظمي، وطريق الرغامي. الجرعة الرغامية منضاعفة، نحن نعطي 1 ملغرام، نعطي 2-2.5 ملغرام عبر الرغامة. الدواء الثاني حكينا فيه من شوي، الأميودارون. إمتى بنعطيه؟ رجفان بطيني، سرع بطيني معنت، بعد الصدمة الثالثة يعني. الجرعة الأولى 300 ملغرام، بعد الصدمة الرابعة
نعطي 150 ملي جرام، طبعا دفش خلال 3 ل 5 دقائق. ولا تنسوا بدنا نمدده ب 30 ب 20 ل 30 سي سي وندفشه ونرفع الزراع عشان يوصل بسرعه للقلب. بنعطى بالطريق الوريدي والطريق العظمي، لكن ما بنعطى عبر الانبوب الرغامي، انتبهوا ما بنعطى عبر الانبوب الرغامي. الليدوكاين كمان رجفان بطني لسرع بطني معند بعد الصدمه الثالثه، الجرعه 1 ل 1.5 ملي جرام، دفش وريدي سريع، النكس بنعطي نص ل 0.75 ملي جرام الكيلو. بنعطى هون بالوريد والطريق العظمي والانبوب الرغامي عكس الاميودارو ما بنعطى بالانبوب الرغامي. سلفات المغنيزيوم في حالات متلازمة ترجح الزوراتور ساد دي بوينت. الجرعة 1-2 جرام دفش وريدي ممددة ب 10 سم سيروم ملحي، سيروم سكري عفوا. لما تكون متلازمة ترجح الزرعة مع نبض تسريب هون خلال 5-60 دقيقة، لكن هون دفش. هذا توقف قلب رجفان متأرجح الزرعة دفش وريدي سريع. أما هون ممكن ننتظر 5 دقائق أثناء هذا إذا في نبض. طبعا هي خارج حالة توقف القلب. بنعطى وريدي وعظمي، ما بنعطى عبر الرغامة. ممكن نعطيه وقائيا حالة توقف القلب إذا كان عندنا المريض عنده تخصيص سابق تطاول كيو تي، مثلا المريض ما بالمشفى بنعرفه عنده نقص مغنيزيوم من المريض، خاصة إذا كان كحولي أو مدنف، هدول كثير بصير عنده نقص مغنيزيوم. نالوكسون يعتبر من أدوية الإنعاش، خاصة لما يكون في عند تسمم بالمخدرات كوكايين أفيونات إلى آخره، أو حتى عند الشك فيها، يعني ما بيأثر إذا أعطيناه حتى لو ما طلع عند المريض تسمم بالمخدرات. عادة بنعطيها المرضى المتوقفين تنفس بشكل رئيسي. بنعطى وريد العضل وبنعطى بشكل إنشاقي أو عبر الرغامة. جرعته الأنفية عالية 2 ملي جرام عبر الوريد العضل 0.4 ملي جرام، ونكررها كل 4 دقائق من الحاجة. الأدوية اللي بنعطيها عبر الرغامة مختصرة باختصار معروف جدا اسمه نبيل، نالوكسون، أتروبين، سالبوتامول، إبينفرين، ليدوكاين. طبعا الأتروبين مو من أدوية الإنعاش، لكن بعد عودة الدوران العفوي ممكن على تخطيط قلب يظهر عنه بطء أقل بنعطي أتروبين، لكن بالإنعاش ما بنعطي أتروبين عادة. بس هدول الأدوية بنعطوا بالإنعاش القلب بالأنبوب الرغامي. نحن نعرف الأدرينالين والليدوكاين من أدوية الإنعاش قلنا لكسر. تسمم بالأفيونات بنركز على شغلة صغيرة، إنه نالوكسون أساسي. إذا كان المريض عم يتنفس بشكل عفوي معناتها المريض في عنده مشكلة بسيطة، مثلا في عنده شوية ميل للنوم، شوية نقص في عدد التنفس، بنعطي نالوكسون، بننقله على المشفى، بنحرر الطريق الهوائي، وكل دقيقتين بنقيم الاستجابة والتنفس. المريض ما عم يتنفس بصورة عفوية بنشوف النبض، إذا ما في نبض معناتها انعاش قلبي رئوي، ما في نبض ما في تنفس. إذا كان النبض موجود معناتها مشكلتنا بس بالتنفس، نعطي نالوكسون ونعطي تنفس إنقاذي للمريض. تشخيص التفريقي لازم نحط بذهننا الأسباب القابلة للعكس اللي هي 5H اللي هي هايبوكسيا نقص الأكسجين، هايبوفوليميا نقص الحجم، وهي أشياء سببين لتوقف القلب نحطهم بذهننا. هايبر وهايبوكاليميا يعني فرط البوتاسيوم ونقص البوتاسيوم، هايبوثيرميا اللي هو انخفاض الحرارة، والهايدرو اسيدوزيس الحماض. إذا مجموعة بالحرف H نقص الأكسجين، نقص الحرارة، نقص الحجم، يعني هون بنشير لك النزف، نقص أو فرط البوتاسيوم أو الحماض. الأسباب الأخرى القابلة للعكس لازم نحطها بتشخيص تفريقي هي الخمسة تيز اللي هي الريح صدرية، تنشن نيوموثوراكس، تيمبونات، صطام القلبي، توكسين، تسمم دوائي، ثرومبوزيس، خسار رئوي، ثرومبوزيس، خسار الكاردياك، الخسار القلبي. إذا التيمبونات، الريح الصدرية، الخسار القلبي والرئوي، وتسمم الدوائي. طبعا كل واحدة من هدول لازم نعالجها وفق الحالة. انخفاض الحرارة لازم نسخن المريض، ندفي المريض. نقص الأكسجين نعطي أكسجين، نركز على الطريق الهوائي. نقص البوتاسيوم نعوض المغنيزيوم بشكل رئيسي اثناء الاسعاف، اثناء الانعاش سلفات المغنيزيوم.
وممكن نعطي البوتاسيوم لكن بتسريب وليس دفشن تبو البوتاسيوم ولا نعطيه. فرط البوتاسيوم نرجع لإجراءات فرط البوتاسيوم، نعطي بيكربونات صوديوم، نعطي جلوكونات الكالسيوم، نعطي فنتولين أرزاز، نعطي أنسولين 10 وحدات مع الأنسولين مع السيروم السكري. نقص الحجم بنعالجه، إذا كان سببه بقيئات إسهالات نعطي السيرومات، إذا كان سببه بنزف بننقل الدم. إذا كان عندنا ريح صدرية نفجر الريح نبذلها على الورب الخامس أو مفجرة، إذا كان سرطان قلبي بنبذل التامور. الخسارة الرئوية بده مضادات تخسر أو حالات خسرة، وكذلك الخسارة القلبي هذا يعني صعب إنه نشخصه بأثناء الإنعاش. التسممات الدوائية نرجع للأنتيدوت حسب الحالة، وخاصة النالوكسون اللي نشوفه تسمم بالمورفينات. إذا فتحنا وريد وعطينا الأدوية تحرينا أسباب قوية العكس، لازم نحرر الطريق الهوائي. الطريق الهوائي الأساسي نحط قرنية فموية وأنفية ونسحب مفرزات. متقدم معناتها نحط أنبوب ضمن الرغامة، سواء حنجري أو قناع حنجري أو أنبوب رغامة. القرنية الفموية أو الأنفية عبارة عن يعني أداة وسيلة لنفتح الطريق الهوائي ونمنع ارتداد بالقرنية الفموية، نمنع ارتداد اللسان للخلف. أما القرنية الأنفية فهي عبارة عن توضع بالأنف ويعني تؤمن طريق هوائي حتى لو المريض بلع لسانه. طبعا القرنية الفموية نحطها بالفم، نحطها وراء اللسان ونسحب منها مفرزات، وما في مشكلة استخدامها مع الأمبو والماسك. المرضى لازم يكونوا غير واعيين، إذا المريض واعي ممكن يتحرض عنده معاكس الأقياء، ما بصير نستخدمها إذا في معاكس أقياء. طيب القرنية الفموية بالعومية ما نستخدمها لما يكون مريض عنده كسور بقاعة الجمجمة أو الوجه. هاي القرنية الفموية نقيسها بشكل صحيح من زاوية الفم لزاوية الفك أو شحمة الأذن، ومدخلها بالمقلوب ثم نضعها بالجيد أثناء إدخالها وتضع خلف اللسان. هاي القرنية الفموية الأنفية بالعومية كمان أيضا نحطها مع شوية جل بالأنف لنحرر الطريق الهوائي. طبعا منقيسها بالتخمين مقارنة مع أصبع يد المريض الصغيرة. لا تنسوا تسحبوا المفرزات خاصة إذا في عنا مفرزات دم أو قيء من الفم. المسافة بين القواطع هي أهم أماكن سحب مفرزات، ما تسحب مفرزات أكثر من 10 ثواني. الطريق الهوائي المتقدم يعني قناع الحنجري، ممكن نشوف هذا الـ LMA وبده نفخ. في هذا القناع الحنجري الجديد الـ IGEL هذا يكون ما بده نفخ، يكون عبارة عن مادة هلامية. القناع الحنجري بندخله بإصبعتين بسد لنا الطريق الهضمي المري، بسد المري وبيعطي التنفس من هي هذا، ما في حاجة لإدخاله عبر نصلة المنظار الحنجري فقط بشكل أعمى. هذا الأنبوب الحنجري له ميزة إنه بيدخل له بالونتين، البالونة الأولى بتدخل بالمريء، البالونة الثانية بسد مخرج الفم وبيدخل الهواء من هاي المكان. طبعا النفخ فيه حسب لونه، وبيعطيك السرنج معه جاهز للدفش. التنبيب الرغامي بيتي تيوب، هاي نصلة الأنبوب المنظار الحنجري، في نصلة ميلر هي مستخدمة عند الأطفال تكون مستقيمة، ونصلة ماكنتوش المشهورة تكون منحنية. نضع النصلة بين اللسان ولسان المزمار. لازم يكون وضعية المريض أثناء التنبيب فرط البسط البسيط مثل كأنه واحدة بتستنشق هواء أو أخذ ترشف من شراب. طيب قبل التنبيب لازم يكون يعني موفرين أكسجين وتهوية كافية للمريض ليحافظ على احتياطي من الأكسجين أثناء محاولة التنبيب. الأنبوب الرغامي مستخدم عادة عند البالغين 7.5-8، 7-7.5 عند الإناث، 7.5-8 عند الذكور. نتأكد إنه الأنبوب الرغامي صحيح قبل ما ندخله. نفتح الفم قناة السباب الإبهام، ندخل نصلة المنظار الحنجري، نشوف الحبال الصوتية، نزح لسان المزمار، ندخل الأنبوب ضمن الحبال الصوتية. العمق اللي ندخله بالأنبوب الرغامي تقريباً 22-24 سنتي عند الأسنان أو 20-22 سنتي عند الأسنان.
او ممكن بحساب ثاني ثلاث اضعاف حجمه. يعني اذا كنا عم نستخدم 7 3 في 7 21، اذا كنا عم نستخدم 8 3 في 8 24 وهكذا. يعني هذا قاعده عامه، ثلاث اضعاف حجم الانبوب الرغامي ندخله للسنتيمتر. طبعا ذكرهم دخلهم اكثر من الناس 22 24 20 22. دخلنا الانبوب الرغامي بانحباس صوتي، ننفخ الكفه، نثبت الانبوب بايدنا، نوصل الامبو على الانبوب، بننفخ مقدار ثانيه واحده، وبنراقب ارتفاع جدار الصدر. اذا ما ارتفع جدار الصدر معناتها دخلنا غالبا بالمري. طبعا محاوله التنبيب لازم ما تستمر اكثر من 30 ثانيه. اثناء التنبيب ممكن يصير في توقف كثير عن التمسيد فبينضر المريض. لذلك بس فشل التنبيب فورا بتخرج الانبوب الرغامي، ممكن نستبدله بانبوب حنجري. انبوب حنجري اسهل، بيتدخل بشكل اعمى ونحافظ على اكسجين 100%، ونهوي بالانبو مده 30 ثانيه حتى نشوف الاكسجين فوق ال 95، بعدين بنعيد المحاوله. اذا المحاوله مدتها 30 ثانيه، لازم ما تزيد عن 30 ثانيه. بنستخدم فيها المناورات، ممكن نستخدم نصلات اطول، ممكن نستخدم البوجي. اذا فشلنا ممكن حتى نوصل لفتح الطريق الهوائي الجراحي. هي مناورة البيرب. مناورة البيرب إذا ما عم نشوف الحبال الصوتية بشكل جيد، خاصة عن المرضى البدينيين، عبارة عن تحريك الحنجرة، نضغطها باتجاه الخلف والأعلى واليمين، الخلف والأعلى، خلف أعلى ثم يمين. شوفوا الفيديو بسرعة هيك. مثل ما أننا ملاحظين الحبال الصوتية غير واضحة، راح يضغط على الحنجرة الخلف. شوفوا هنا ايش يصير، الخلف الأعلى. الله بدي اسحب للأعلى شوي، أعلى على اليمين شوي. هي مناورة اسمها بيرب. طبعا احيانا نستخدم البوجي، هو عباره عن موسع مطاطي ندخله ضمن الانبوب الرغامي مشان يحصل على يعني شكل معين الانبوب الرغامي وما ينحني اثناء التنبيب. او مندخل هاي البوجي الموسع المطاطي، مندخله هذا سهل كثير ادخاله بالانبوب الرغامه، وبعدين مندخل فيه الانبوب الرغامي. نستخدمه عاده لما يكون في عندنا صعوبات تنبيب او التنبيب الصعب. شلون نتاكد انه حطينا انبوب رغامي؟ شلون نتاكد انه وضعيته صحيحه؟ طبعا بنصغي الصدر وبنصغي الشرسوب. اذا ما سمعنا اصوات الشرسوب معناتها امورنا تمام. اما اذا سمعنا اصوات قرقعه او قرقعه بالشرسوب معناتها نحن بالمري. لازم نسمع صوت الصدر بالجهتين. اذا سمعنا بجهه مقابل الجهه الثانيه معناتها نحن داخلين باحد القصبتين. طبعا التاكد من الوضعيه الصحيحه انه الصدر عم يرتفع بشكل ثنائي الجانب اثناء التهويه. الانبوب عند الاسنان حسب العمق المتفق عليه انه هو 3 بحجم الانبوب الرغامي. بنشوف بخار الماء هون كمان بيتراكم على الانبوب الرغامي اثناء التنفيخ. في عندنا شيء اسمه الكابينوغرافي، يلا رح نشوف شو هذا الكابينوغرافي. شايفين وصله هي بنوصلها على الانبوب الرغامي. طبعا هون بنثبت بقى الانبوب الرغامي، تاكدنا انه انبوب صحيح، لازم نثبته برباط شاش او في عندنا اربطه جاهزه. الكابينوغرافي نوعين، في كابينوغرافي كولوروميتريك لوني مثل هذا، او ويف فورم اللي هو بيكون موجي. اللوني بيتغير لون، احنا امتى بنعرف انه المريض يعني تهويته كافيه؟ لما بيتغير هذا اللون للبنفسجي مثلا للون الاصفر او اللون البني. على الكابينوغرافي فاته ثلاث شغلات. اول شغله انه تاكد الانبوب الرغامي بمكانه، هو بيعاير لنا مستوى بي تي سي او 2 يعني المستوى ثاني اكسيد الكربون، فبهواء الزفير. فلما بنعرف انه عم بيطلع معنا بانبوب الرغامي ثاني اكسيد الكربون معناتها نحن اكيد بالرغامه. اما لما ما بيطلع معناتها نحن في المريض. بيراقبنا جوده الانعاش القلبي الرئوي، الرقم اقل من 10 بيكون غير كافي واكثر من 20 كافي. هذا الرقم لازم نحفظه. الكابينوغرافي اذا شار انه البي تي سي او 2 تحت ال 10 معناتها انعاشنا غير كافي، جودته غير كافي. 20 بيكون كافي، بكشف لنا عوده الدوران العفوي اللي بيحصل فجاه عنا
ارتفاع مفاجئ لل 40 ملم زاوية. إذا البي تي سي او 2 أو ثاني أكسيد الكربون مجال طبيعي بين 35 و 45. 20 معناتها تمسيدنا كافي، صفر معناتها نحن ما عم ننعش بشكل كافي، وغالبا الأنبوب الروامي وين موجود بالمريء، ما في بي تي سي او 2 أبدا. هذا مثال عن مراقبة الكبنوغرافي أثناء التنبيب، قبل عملية التنبيب كان صفر كبنوغرافي، نببنا المريض بلشت تتحسن لـ 35، لكن هون مثل ما أنا شايفين تحت 12.5 يعني تقريبا تحت 10 يعني انعاشنا غير كافي. طيب أي حالة تانية كنا عم ننعش تقريبا تحت 10، حسنا الانعاش، ضبطنا عدد مرات التنفس، بلش يتحسن الكابينوغرافي، يتحسن فجأة وصل لل 50، ما تعاد الدوران العفوي، بس شفته هيك بشكل مفاجئ عاد لل 50، ما تعاد الدوران العفوي. طبعا قيمته اقل من 10 اثناء الانعاش لازم نحسن جوده الانعاش. صفر معناتها نحن بالمري وليس بالرضاعه. هلا اذا سمعنا صوت الصدر بجهه اكثر من جهه ثانيه بنفرغ الكف، بنسحب الانبوب للخلف قليلا وبنرجع ننفخ الكف وبنثبته ونتاكد انه بمكان جيد، بكون نحن داخلين بقصبه اكثر من قصبه. طبعا التاكد من وضعيه الانبوب سريريا وبجهاز الانبوب الكابينوغرافي. اثناء التمسيد اثناء التنبيب لازم يستمر المريء الطبيب بالتمسيد، بنوقف التمسيد فقط ليشوف الحبال الصوتيه وادخال الانبوب، هذا ما لازم ياخذ اكثر من 10 ثواني، نحن قلنا ما بصير يكون المريض الطبيب يوقف عن التمسيدات اكثر من 10 ثواني، لذلك بس مشان يحسن يدخل الانبوب الرغامي نقول له وقف، لازم ما يكون هذا التوقيف اكثر من 10 ثواني، نستأنف التمسيد باسرع وقت ممكن. لما بننبب المريض الطريق المتقدم بصير التنفس نفس كل 6 ثواني بشكل غير متناسق مع التمسيد، يعني اللي عم يمسد لحاله 100 ل 120 ضغطة في الدقيقة، واللي عم يعطي نفس كل 6 ثواني بيعطي بالأنبو بشكل غير متزامن، ونبدل بين التهوية والتمسيد كل دقيقتين كالعادة. طيب نحن عم ننعش عاد الدوران العفوي، شلون نرعى المريض ونحسن وضعه بعد التعافي من توقف القلب. طبعا اثناء مرحله عوده الدوران العفوي في كثير من الاجراءات لازم نعملها عشان نحسن حاله المريض، لازم نضبط الطريق الهوائي، ما كل مريض بيعود الدوران العفوي بيرجع معه التنفس، لذلك لازم نركز على التهويه مثلا. نضبط التهويه، نضبط التغيرات الهيموديناميكيه، الضغط، الحراره الى اخره. نعمل تخطيط قلب كهربائي للمريض لانه ممكن يكون السبب الاسباب الشائعه الاسباب القلبيه، فممكن يكون احتشاء عضله قلبيه. ممكن نعمل حتى الغير مستجيبين الغايبين على الوعي ممكن نعمل لهم طبقي محوري، بجوز يكون اساسه هو نزف دماغي. ممكن نعمل تداخلات قلبيه مثل القسطره القلبيه. طبعا في عندنا التحكم بدرجه الحراره المستهدفه، راح نشوف شلون نتحكم فيها ونضبطها. ولا تنسوا تقيموا الاسباب القابله للعكس، مو يعني عاد الدوران العفوي معناتها زال السبب القابل للعكس، بكون انت انعاشك ممتاز لكن في سبب كامن وراء هذا التوقف القلب، اذا ما كشفته بيرجع بيوقف القلب مره ثانيه. اذا اول شيء لازم نحرر طريق الهواء وندبره بشكل جيد، نعطي الاكسجين نحافظ على الاكسجين فوق 92 وحتى 98. التنبيب الرغامي اذا لزم الامر نعطي انفاس 10 12 نفس في الدقيقه. البي تي سي او 2 ثاني اكسيد الكربون بين 35 و45 لازم يكون. الضغط لازم يكون فوق 9 انقباضي او الوسطي يكون فوق 65، ونرفع الضغط بالسيروم الملحي نعطي 2 لتر بشكل دفعات 250 ملي كل دفعه، وممكن نلجا لمقويات القلب مثل الادرينالين دوبامين نور ادرينالين كخط ثالث، يعني الخطوط الاولى هي الادرينالين والدوبامين بتوقف القلب، نور ادرينالين اخر خط بنستخدمه كمقويات قلبيه. إذا المريض ما استجاب على السوائل طبعا بنلجأ للمقويات القلبية. إذا تخطيط قلب كهربائي لكل المرضى اللي عادوا الدوران العفوي، نشوف في احتشاء ولا ما في، وإذا في احتشاء ممكن ناخذ قرار تدخل الوعائي. طبعا تصوير الأوعية الإكلية القسطرة القلبية بشكل عام أثناء احتشاء العضلة القلبية أفضل من حل الخسرة. طبعا خاصة إذا في صدمة، صدمة مع توقف قلب
والمريض غير مستقر أفضل شيء نعمل له قسطرة قلبية. طبعا ممكن نعملها حتى المرضى المصابين بغيبوبة وحالتهم غير مستقرة بحالة الاحتشاء بدون ارتفاع قطاع ST. طيب إذا كان المريض في حال غيبوبة ما عم يستجيب وعاد الدوران العفوي، هون نلجأ لشيء اسمه تحكم درجة الحرارة المستهدفة. طبعا تحكم درجة الحرارة المستهدفة هو يعني نبرد المريض، لازم نبرد المريض بين 32 ل 36 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، هي لأجهزة تبريد مزودة بدار التغذية الراجعة. طبعا لازم نتأكد من الحرارة عن طريق مراقبة الحرارة الداخلية عبر المريء عبر المستقيم أو عبر المثانة، ويوصى بتخطيط الدماغ الكهربائي بصورة مستمرة أو متقطعة. الحفاظ على درجة الحرارة المنخفضة ممكن تحافظ على الأنسجة والاستقلاب. ضبط السكر كثير مهم بعد توقف القلب، لازم نصحه إذا كان تحت 72 لازم يكون بين 120 و 72. إذا كان السكر تحت 72 نعطي 50 ملي من السيروم السكري 10%، بنكرر الفحص بعد 10 دقائق، نعطي دفعة ثانية إذا النتيجة ظلت تحت 72. نتجنب فرط سكر الدم فوق 120، لازم يكون بين 72 و 120. ولا تنسى أثناء عودة الدوران العفوي ممكن يكون في أسباب قابلة للعكس، 5H و5T، هايبوثيرميا، هايبوفوليميا، هايبوكسيا، هايبوهايبركاليميا، الكارديك تمبونيل، التنشن نيموثوراكس، ثرومبوزيس القلبي والرئوي، والتوكسينز الدوائي. لا يوصى بنقل المريض خلال إجراء الإنعاش أو حتى بعد عودة الدوران العفوي مدة 10 دقائق، يعني لازم يعود الدوران العفوي ويستقر المريض 10 دقائق بعدين ننقله، لأنه يعني إذا نقلنا المريض أو كان المريض غير مستقر ما راح نحسن نعمل له أي ضغطات صدرية أثناء نقل المريض، راح تكون غير فعالة، وممكن يعني أثناء النقل يحدث توقف قلب. خلي يعني أثناء الإنعاش بمكانه والعودة الدوران العفوي خليها تستقر لمدة 10 دقائق. إذا مرحلة عودة الدوران العفوي لازم نتأكد من الطريق الهوائي، نعطي أنفاس 10 نفس، ننبه المريض إذا كان بحاجة 10 نفس بالدقيقة. الأكسجين لازم يكون بين 92 و 98، ضغط الثاني أكسيد الكربون 35-45، ضغط الانقباضي فوق 90 أو الوسطي فوق 65. نخطط قلب للمريض إذا في داعي لنعمل قسطرة قلبية، مثلا احتشاء عضلة قلبية أو صدمة قلبية، نبعته على القسطرة، نشوفه فاء معناتها أموره تمام، نقيم أسباب قابلة للعكس 5H5T. إذا ما فاق بنبلش بقى منخفض الحرارة 32 ل 36 وتخطيط الدماغ وممكن طبقي محوري. أخيرا لازم يكون بكل مشفى في شيء فريق اسمه فريق الإنعاش. الإنعاش الناجح بده فريق كامل متقاسم الأدوار بينفذ الإجراءات كلها بنفس الوقت. لازم يكون لكل فريق قائد فريق. مهمته جمع الفريق إذا صار فيه إنعاش، مراقبة عمل الأفراد أثناء الإنعاش، ترتيب تدريب أعداد الفريق بشكل دائم وشرح الأشياء غير مفهومة، وشغلته يركز على الرعاية الشاملة للمريض، بينما كل عضو من الفريق له مهمة واحدة مثل ما راح نشوف. المهمة الرئيسية تأكد أنه كل شيء يعني بيصير بالتوقيت الصح الطريقة الصحيحة، مثل قائد الأوركسترا ما بيعمل شيء بإيده لكن بيعرف كل شخص شو بيعمل وبيحصل. العدد المثالي لفريق الإنعاش هو 6 أفراد. شو هني 6 أفراد؟ في عنا مسؤول الطريق الهوائي. مسؤول الطريق الهوائي بيكون عند رأس المريض، مهمته يفتح الطريق الهوائي، يعطي تهوية عبر الأنبوب أو مثلا يحط أنبوب رغامي أو يرشف المفرزات. المسؤول الثاني هو مسؤول التمسيد. مسؤول التمسيد دوره أنه يجري دورات الضغطات الصدرية، يقيم المريض كل 5 دورات أو كل دقيقتين، ممكن يبدل مع مسؤول مزيل الرجفان عند الحاجة طبعا كل دقيقتين أو إذا تعب. مسؤول إزالة الرجفان شغلته بسيطة، بيجيب مزيل الرجفان بيعمل يحط المريض على المونيتور بشكل واضح للجميع وخاصة قائد الفريق، وكل دقيقتين أو كل 5 دورات بيحلل النظم ومثلا بيحط جرعة لازمة للصدمة. مسؤول الأدوية عبارة عن دوره يفتح طريق الوريدي الحفرة المرفقية مثل ما قلنا أو طريق العظمي،
وبيعطي الادويه اللي حكينا فيها بالانعاش مثل الادرينالين، الاميودارون، سلفات المغنيسيوم، ليدوكاين والنالوكسون. في عندنا مسؤول التوقيت والتسجيل، هذا يعني ما له شغله بالمريض لكن يوقت عمل الاجراءات، يوقت اعطاء الادويه خاصه الادرينالين. مثلا بيقول لهم صار 3 دقائق لازم نعطي ادرينالين، 3 إلى 5 دقائق. مثلا اذا كان في عندنا صدمات بيعد عدد الصدمات بيسجلها، بيقول مثلا صار اعطينا مثلا صار 3 صدمات فلازم نعطي الاميودارون، يعني بيذكر الفريق، بيسجل عدد مرات الانقطاع عن التمثيل وبيبلغهم انه انتم ترى تاخرتوا بالايقاف التمثيل. طبعا بيوصل معلومات لقائد الفريق بشكل رئيسي وجميع الاعضاء، مثلا هو بيطلع يعني على الوقت بشكل رئيسي. قائد الفريق يحدد دور كل شخص، انت تعال عند الوريد، انت على المزير الرجفان، انت التمثيل، بيتخذ قرارات المعالجه، مثلا بيعطي امر لمسؤول الادويه انه اعطي الاميودارون، اعطي الادرينالين، بيعطي امر لمزير الرجفان مثلا يحلل النظم، بيعطي امر صدم المريض على كذا جول، ممكن يعطي تلقيم راجع بيقول له مسؤول التمثيل مثلا بدي تمثيل احسن من هيك، يكون هو عم يراقب المونيتور بيشوف البي تي سي او 2 موجود جيد مثلا، او بيشوف مثلا العمق غير كافي بيقول له مثلا زيد العمق، لا تثني ايديك. الطريق الهوائي بيطلع عليه مثلا بيقول له مثلا ليش عم تعطي نفس زياده، خلي نفسك كل 6 ثواني، يعني بيعطي فيدباك لكل واحد من هدول المسؤولين. وهيك بكون انتهت المحاضرة بإذن الله.